السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الفيديو راح يكون عن تجربتي للخطوط الروسية الايرفلوت، طبعا من افضل الخطوط الجوية وهي ماخذة الاول العالم بالالتزام بالمواعيد. بس انا ما حجزت التذكرة، راح اروح للمطار ومنك راح اشوف اكو طيارة، اخاف انه ماكو طيران كل شيء يصير. فلهذا السبب انه راح اروح المطار ومنك احجز، والطيارة تقريبا 9:30 او 59 دقيقة وتوصل الساعة 12:05 بالليل المدينة كراسنودار. فتابعونا. وطبعا هسه اكيد انتم مستغربين تقولون شلون مكتوب عنوان الفيديو تجربتي للاس 7. واول ما بدا الفيديو قلت انه انا راح اجرب ايروفولت. طبعا هنا راح احكي لكم شنو الفيلم اللي صار ويانا. طبعا انه احنا المفروض ان نروح على مطار شرميتفا ونحجز على طيران الايرفولت. مثل ما قلت بالفيديو اللي بالبداية قلت عليش انه احجز وممكن انه ما نلقى طيارة كل شي يصير، فقلنا نروح للمطار ومنك نحجز الطيارة، اذا اكو طيارة نحجزها ونطير قبل. بس اللي صار انه احنا كنا يعني كنت مأجر تاكسي وطالعين مطار شرميتفا، وبالطريق انه دا اقلب باسعار التكتات دا اشوف الطيارات وهاي الشغلات، واشوف انه السعر مال الطيارة تضاعف، كم يتضاعف. فهنا انا دا اشوف السعر قلت هذا السعر صار جدا غالي وشنو القضية، فرجه يعني قام يضاعف السعر. فقلت لي السايق انه قلنا خلص اقطع التوصيل، طبعا اعطيته فلوس كاملة، وصلنا نص الطريق سحب الفلوس من البطاقة، قلت له الغي هذا وديني على مطار ثاني اللي هو دموديدفا. طبعا المطار الثاني اللي هو اسمه دموديدفا هذا البي طيران ثاني اللي هو الاس 7 وبي طيارات ثانية، بس انه طيارة الاس 7 تطير الساعة 11:50 دقيقة. الطيارة اللي كنا حاجزين المفروض نحجز عليها يعني على الايروفولت هي كانت على الساعة 9:50 دقيقة تقريبا، بس انه كنا ما عدنا غير خيار الغاء، رحنا على المطار الثاني اللي هو دموديدفا حتى نطير من عنده. ورحنا دا نشوف الحجز ولقينا الطيارات موجودة وحجزنا من عنده. وطبعا الطريق اللي شفتوه قبل شوية هو الطريق اللي كان يودي على دموديدفا، مع الاسف يعني مطار شرميتفا اللي المفروض اصور لكم اياه هو كان هو اكبر مطار بموسكو، ويعني المطار جدا جميل ويعني باكثر من مكان وعدة طوابق، بس انه هاي الغسوة ما قدرت اصوره. بس ان شاء الله انه اذا قدرت بالرجعة اذا رجعنا على مطار شرميتفا راح اصور لكم اياه. وبس هنا راح اخلي لكم التجربة بالاسف. طبعا هنا هاي اللي تشوفون هسه قدامكم هي الطيارة دا تطير، فقلت انه انا دا احكي ليش انه اخلي ماكو شيء، حكم الطيارة هيج دا تطير. وهسه راح ارجع من رجعت لي المطار، طبعا المطار دموديدفا. طبعا هذا هو المطار وصلناه، مكتوب فوق دموديدفا وطرنا به. وهسه اترككم مع التجربة خطوط الاس 7، كل شيء راح اتكلم عليه بهذا الفيديو، تابعوا. والله خوش اسمع، خوش كراسي، ما توقعت هيك. والله كلش ممتازة يعني، مالك بزنس، ما توقعت هيك. كراسي جدا مريحة وسفن جدا عريض. Here is to you. Ваша кислородная маска находится на панели над вами. Your oxygen mask is located in the unit above your head. В случае разгерметизации она выбрасывается автоматически. If necessary, it will drop down automatically. При появлении маски потяните ее на себя. Pull the mask towards you. Thank you.
اني هسه بمدينة كراسنودار، وصلت قبل كم يوم بس ما سويت الفيديو، شوية تأخرت بيه. على كل، هذا الفيديو راح يصير هو تجربتي الخطوط S7. مثل ما شفتوا بالفيديوهات، هاي الطيارة من الداخل، وطبعا كل خطوط بها اكثر من نوع من الطيارات. طبعا ما تشوفون هاي الطيارة تقولون خلاص كل انواع S7 هيك، او تشوفون غير نوع مثلا، يعني اذا شو عجبكم او ما عجبكم. راح اذكر الايجابيات والسلبيات بهذا الخطوط. اول شيء راح ابدي بالايجابيات او بعدين راح اروح على السلبيات. اول شيء بالنسبه للايجابيات، ان التذكره كانت جدا رخيصه، يعني تذكره داخليه ما كانت ذيك الغاليه، كانت تقريبا بدون الوزن كانت 36 دولار، ف جدا طبيعي يعني. والطياره كانت ساعتين وثلث تقريبا الطيران يكون من موسكو الى كراسنودار. و بالنسبه للايجابيه الثانيه، الوزن اللي ينطوه هي 23 كيلو، على عكس بعض خطوط الطيران الداخلي ينطون 20 كيلو بس، هذول لا ينطون 23 كيلو. والوزن همات من اشتريته قبل البدايه ما كان غالي، كان 23 كيلو حوالي 1000 روبل، يعني حوالي يمكن مو شوي اكثر، حوالي 20 دولار الوزن بس كان 23 كيلو. بالنسبه لباقي الخطوط مثل شركه بابيدا، راكبها طائرتها جدا صغيره تصير، ويعني الوزن 20 ينطون كنت تشتريوها، وشركة بابيدا جد بعد أرخص، يعني كل جدا رخيصة. بس هسه راح أتكلم على S7. بالنسبة للمقاعد، شفتوها المقاعد هي جدا مريحة، الاسفنج مالها هي تصاير. طبعا تذكرني بالخطوط الجوية العراقية اللي جينا بيها آخر مرة، مثل ما شفتوا بالفيديو اللي ما شافه يمكن يروح يشوفه. المشكلة اللي صارت، لأن الآن كنت حاجز على الفيرست كلاس أو اللي هو البزنس كلاس يسموه بالخطوط العراقية، وفجأة الطيارة ماكو، فتأجلت الرحلة أكثر من مرة وجابونا طيارة غيرها، وكانت أعتقد نفس نوع الطيارة بالضبط، نفس نوع هي الأيرباص، هاي نفس النوعية بالضبط، اللي حتى نفس الإسفنج، حتى كان حيل زين. بس بوقتها شلت جدا تعبان، تخيلوا كانت يومين ونص وثلاث أيام مو نايم، يعني قبل يوم كنت مو نايم، ووراها جيت سافرت من أربيل لبغداد قبل يوم، وظليت تقريبا حوالي 12 ساعة بمطار بغداد، أو أكثر من 12 ساعة بمطار بغداد، وبعدين اساس تطير الطياره، ورجعت تاجلت الطياره حوالي النوب تقريبا 11 ساعه تاجلت الطياره مره ثانيه. فجد ما اقدر اصور ولا اي شيء، بس هي كانت الخطوط العراقيه نفس هاي الطياره، يعني نفس الاسفنج مالتهم، فمن شبه تذكرتها انه اعتقد هي نفس نوع الطيران كان هو على الايرباص. فهاي الايجابيات الموجوده، ان الطيران رخيص، الوزن ينطي اكثر، والاسفنج مالته رخيص، عفوا اسفنج رخيص، الاسفنج مالته مريح وزين، مقاعد زين، مع انه كان مكتوب 28 العرض مالته، بس انه الطيران اللي تريد راح يروح لايروفولت كانت العرض مال الطياره 32 مال الكرسي عفوا. طبعا حسب نوع الطياره، اكو 30 اكو 29 اكو 31 اكو 32، بس انا اريد اطير بالطياره اللي هي 32، هي نفس الطيران الامارات، طيران الامارات عاده تكون المقاعد مالها 32، بس هاي الطياره كانت 28، معناها هذا كانت الكراسي مريحه. شنو بعد؟ ما اريد اتكلم عنه هم بخصوص الطيران، قلت لي رخيص وهاي الشغلات. نجي بالنسبه للاكل، طبعا الطياره بها اكل مكتوب لايت، شو اسمه، لايت ميل. طبعا قلنا لايت ميل وقلنا اكل بسيط، بس اللي جابوا لنا نستله ويجوا يديرون يعني اكل عادي، يعني ما اعرف، احتمال لانه بسبب كورونا وهاي الشغلات ما يقدرون يعطون اكل وهاي الشغله، ما اعرف، او هي هيتي كانت عبارة عن نستلة ولو ماي لو بيبسي، شوف شنو تختار يعني كوب. فاني بوقتها قلت له كولا، شو هذا ابى اسمعها فادا من قبلي، طلب بماي فسمعها الظهر فادا وطاني ماي، قلت يلا عادي غلس. المهم، فهاي اللي شفتها انه الصراحة شنو نستلة ومي شنو هاي، فاحتمال لانه طيران داخل، احتمال لانه بسبب الفيروس وهاي السوالف ما يدون ينطون اكل ويرجع، ممكن واحد يكون مريض وهاي السوالف زين. وقبل او زين هم اول ما قعدنا جابوا كلها كلينس مرطب ومعقمات شوي، يعني تعقيم هاي الشغلات، كل واحد يجون ينطو ياخذ يعني مال تعقيم. بعدين من كنا نريد ننزل، من بعد كنا نريد ننزل من الطياره، قالوا لا ابقوا جمي، جت هاي وحده شايله كاميرا بيها تحسب وتقيس درجه الحراره. بعدها اعطوني اوراق، اعطونا اوراق يعني مليناها وطلعنا من المطار، سلمناهم هاي الاوراق، قالوا وين مقيم، اخذوا يعني رقم التليفون واخذوا يعني معلومات نكتبها انت وين راح مباشر لو ترانزيت،
وهاي السوالف. فكتبناها انطيناهم اياه، قعدنا شويه سالوا كم سؤال، وراها زين علينا واحد اخذنا من المطار لانه قالوا يعني جايين من موسكو لازم يجوز حجر صحي، وين تروحون وين ما تروحون، انتوا وين عندكم اقامه ولا ما عندكم اقامه بكراسنودار. فالمهم ده طلعنا من المطار ورحنا عاد، وهاي كل التجربه. هل انصح بال7؟ والله انت شوف اول شيء قبل ما تحجز تشوف نوع الطياره، طبعا مو بس نوع ال7، انت شوف نوع الطياره، مواصفات الطياره، وسعر مال الطياره هل هو يفيدك او لا. طبعا كل خطوط الطيران بها حتى البزنس كلاس، طبعا البزنس كلاس اذا في تحجز به لا تحجز قبل ما تشوف نوع الطياره، لانه راح يفرق لك فرق كلش كبير. بعض البزنس كلاس حيكون لك مجرد كرسي، وبعض البزنس كلاس راح يكون لك شيء جدا ممتاز بشاشه كراسي مريحه ما اعرف ايش اكثر من الطبيعي يعني. فانت شوف نوع الطياره وشوف المسافه اللي انت تريد تطيرها وشوف شنو المدينه، لانه راح تفرق لك كلش هواي نوع الطياره اللي انت تختارها. طبعا الايروفولت بها السوخاي وبها الايرباص وبها البوينج، ف يعني بالرجعه اذا قدرت فان شاء الله راح اختار اللي هو الايرفولت، مع انه شوي اغلى من الباقيات من الباقيين، بس انا اريد اجربها واريد اروح اشوف المطار، اصور لكم المطار الشرمي تبعه. فراح اشوف اما راح اطير بالطياره ال 32 يا اما راح اختار ال 31 هي السوخاي. فانتوا شو اكتبوا لي شنو تريدون اطير بالطياره، فانا صراحه حاب اطير بال 32 اشوف شنو يعني نفس طيران الامارات لو يختلف شنو الخدمات الموجوده. وطبعا ما شفتوا هاي ما كان بيها شاشه، وكل طيران حسب طيران تكون بيها شاشه طيران ما بيها شاشه، فانت لازم تشوف كل المواصفات قبل ما تطير. لان وصلت لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، والفيديو الجاي راح يكون عن تصوير مطار دما دي دبا. فلا تنسوا تشتركون بالقناه وتفعلون زر الجرس. مع السلامه.